تبان عمرها ما تتلف البال. وهذا زمان يسيب غاري وما بقى ما يعزب وجيب الطبيب يقلب. قالوا وليد صباح الخير يا أبي. جيتي عاود تاني بو صفير؟ لاش نفس هادي عاود تاني بغيت نصب عليه شي واحد؟ والوليد توش انا رضيتيني نصاب تراك شي ولا كيعرفني هنا في الدرب راني نصاب. انا وليت كنت نبغي نتخلص في الباركينغ يقول لي سير نصاب. وانت اش من الباركينغ وانت كاع الشوارع اللي استعمرتيهم؟ واش عيب هاد المره كتحط الطوموبيله ديالها قدام الباتيسري باش تشري خبزه بدرهم كتجي تاخذ لها جوج دراهم؟ حرام عليك وعتشوبه عليك. الوليد واش انت حاسدني في رزقي ولا ما بغيت نفهم؟ انت واش من رزق عندك يبان الشلاه بالاخر؟ واش من المخبزه كيبيع الخبزه بدرهم فيها الدقيق والخميره الماء الضو الكرا الخدامه وتجي جوج درهم؟ حرام عليك حشومه عليك. وليد شتي هاد العقليه المتزمته ديالك هي اللي خلاتنا حنا نخرجوا نكريسيو. عرفت اش غادي دير؟ والو تخدم على راسك بارد الكلب كطمع في العياله تعطوك جوج درهم. عرفتي صاحبي شكون هاديك؟ شكون؟ خرا مو تنايد لي في العمار. ويلي وانا كنصحابها شي قايده ولا ديما كنبقى ندير ليها تنتخلع منها. هشام وعشيه قهوه انا نمشي ندبر على راسي مع هاد الكليانه غادي ما تنايد لي ساكن بالعمار. عشيه قهوه تيرسي وقهوه ان شاء الله. صافي ان شاء الله. الله يخليك بغيتي بلاصه ديال الطوموبيل اما ستاسيون اما في طريق الباركينغ. واخا كاينه بلاصه هنا ولكن مادام لا بغيتي نهود الكراج نهود نهبط الكراج. واخا والساروت راه خليتوك تما. صافي لايك. أويلي أويلي عباد الله أنا ري حشم بيا حشم بيا في الدرب حشم بيا في الزرقة نخفش عيدة شي مشكلة هاوي صدق زهر عندنا ساعة ومارمو الحمام تبي غير نمشي وين نمشي ونعاود نرجعوا للعربية. هو خويا ما عرفتيش لما خارج لما خارج ليك أنت راه سوق صاحب الحجرة ونبقى نهضر من الصباح حتى العشية حلاق ما يخرجوا بحال تنخوي الما في الرملة. عرفتي خايفه على واحد دبيليش حاطاه تحت الحوايج فيما يبان ليا تيتبربص لداك الماريو تنقول غيطرقو ويرزيني فيه. يدير يدير هاوي قد بها ولدي هذاك انا عارفه الله يتبعو البلا. ايه السلام عليكم. السلام على الله. واش هادي دار الهاشمي الكسال؟ ايه اختي بغيتي؟ اه بغيت انا. ما تخافيش هادي عليك. أنا اللي درت راسي أنا اللي عطيتو الصوارت ما كانش عليا نعطيهم ليه. تفضل لا لا تفضل تفضل أجي وعباد الله شوفوا ولدكم أش دار. أش دار تاني؟ عطيتو الصوارت يستاسيوني الطوموبيل مشى قتل ليا راجل لايكا. ويلي لختي راجل تايكا ويلي الهاشمي الدري مشى ب 20 عام ديال الحبس. هاني قالت شوافة هاني قالت شوافة وشحال هذا قلت لي أنا عيد هذاك جيلي وسرق قلبك على خدمة ما بغيتش تسمع مني. خلي لها جوج سامة شكون اللي غيصرف عليهم دابا ولا من غيقولوا بابا؟ يقولوا الهاشمي يقولوا الهاشمي وما الهاشمي كلبو. مشيتي في اللقطة هذه هي الاخره لقيتي الكلب ديال مدام ميشوم. وراني صقاع حمزه تراني ملي كنت صغير كانت تقول لي امي انت فك صقوعيه ولكن مسكين الله يرحمها حياه تعرف حياه حياه امي الحوله راه في التصويره هذيك هذيك راه امي ولكن انا ديما مسكينه كانت كتقول لي شي انت بغيتك تخرج شي فقيه ولا شي عالم ولا شي واحد كبير في البلاد. فقيه ولا عالم ما باينش ليا داكشي. انت مالك حقرتيني والترجد ديالنا كان فقيه كان عالم كبير كان كيقرب سيد زوين كاع عباد الله بزاف دازوا على يديه ولاو علماء. جدك كان عالم وانت خرج شي ظالم. حمزه بارك ما ضحك عليا. شوف نقول لك واحد القضيه حمزه الله يرضي عليك انت عندك مع مدام ميشو ويا بنت دربكم طلب عليا ما تدخلنيش الحبس الله يرضي عليك.
دابا انا ندخل الحبس اش نقول لهم؟ قاتل كلب ديال مدام ميشو، بغيت عباد الله كلب كلب، اش من قانون كيحكم انني قاتل كلب؟ دابا المشكله كاين لي مشدود على بزاف ديال الفلوس وانا مشدود قاتل كلب، غيبداو يضحكوا عليا الناس في الحبس. واحد القضيه نقول لك انا جداني نسوق طوموبيل، وترى انا بيكالا ما نعرفش نسوقها. وانت ما عندكش البيرميس دار شي طوموبيل اصلا؟ راني ندمت، انا واحد المره كنت سايق بيكالا في الدواره حمزه، سايق بيكالا في الدواره دايز قدام الجماعه ويدوز المقدم وانا ندير ليه بحال هكا كاك هاك هاك هاك، وما كنعرفش نفرانيت وانا ندخل في الجامعه. ومشيت بقيت غادي غادي، تدخلت في ذاك البيرو ديال الارشيف وطحت باق، ودخلت في ذاك ذاك سميتو تا ذاك اللي كيكون الموظف في الارشيف، طاح حدايا وطحت انايا بحال هكا، طحت كاو ويطيح عليا، طاحت عليا شهاده الوفاه ديال جدي. والناس ضحكت ضحكت ضحكت، وهذاك رئيس الجامعه ناض قال لي يا تيتا مسخوط الوالدين. مسخوط والله ما كذب مسخوط، وانت راني صقع. وعاد هذيك البيكاله كانت جابت لي خالتي من طاليان، عاد رويده رقيقه ورويده غليظه بحال كتكره دير بحالك هذيك. لا لا غنمشي للحبس. واش غنقول لك اوليدي اللقطه؟ الله يدير لك شي تاويل ديال الخير وصافي، هادشي اللي غنقول. ميكي كان كلب مزيان، كان مهني ليا في لايكه، اللي بغاتها كيجيبها لك، كتبغي حاجه كيجيب لها جوج. وانت مطيحه علينا هاد الروح هنايا، وهي راه كلب قاتل كلب. الهاشمي واش هاد المكلي غاكل ودرت عليها بحاله ويلي؟ نتوما ما عندكمش الاحساس، ما عمركم ربيتوا الكلاب، ما عندكش المانيتي. لا لا مربي كلب عنده 27 عام، هاو كيعض. مالينوا نانينوا هاك عرقها ما كيفيق طال العصر. هالعره هالعره شكي شكي عيشك اخويا عيشك، لما انا نجيبو شي محامي واش غنبغى نتفرجو في الدري حتى غرق من الحباسات. محامي انت ملي بغيتي نجيب انا هاد المحامي منين؟ انا كاع لقيتو وحال كاين شي قانون كيحكم على الكلاب، خلي والديه يمشي بها مؤبد بالاعمال الشاقه بالكلب الاخر باش ما عمرو يتعلم يتعدى على شي كلب. واش عرفتوا بعدا شكون هي مدام ميشو؟ وراه هي ماما تناهيد. واش شدوا بصح هي ماما تناهيد؟ شوف سيدي انا على وجبنتي ناهيد غادي نسامحو. الله يرحم لك الوالدين مدام شيشه. مدام ميشو الله يخليك، ولكن بشرط سيدي ضروري ديري التزام باش ما عمر يقيسوا لايكا وليداتها. عرفت اش غدير ولدي؟ بوس خالتك راسها لايكا وطلبنا المسامحه وعزيها في راجلها مسكين الله يرحمه في هاد الدار، يا ربي ترحمه. خالتي لايكا الله يرحمه، ولكن تا هو ما كانش راجل، كان كلب وما كانش راجل. انا ناويت عطاتني الطوموبيل قالت لي هود الكراج، كانت ظلمة، هو البحر اللي عند رجلي انا دخلت خرجت فيه، مات. الوالد كتفرج انت في المسلسل ديالي اين قلبي؟ اودي تفرق معايا قلبي راه غادي يطردك ليا. مالك اشنو طاري؟ عمر بغى يجري على الجلاخه ويجيب شي واحد فاميلتو، قلت لي لا خليني نجيب ولدي راه عام شومر، وقالت كي دير غارديان ديال الطوموبيلات، دخلت عقب الله الا ما خليه، قال لي لا نجيب واحد فاميلتي، واش غادي ندير؟ عندي ما ندير. اش غنخدم انا؟ واش غنخدم قايد محامي وزير في الحمام؟ اش غندير؟ يا ودي اللي كسلت ولدي تشلو. هي وليتي تقب وانا سطل. حرفت بوك لي غلبوك. وانا راه ملي تزدت الوليد ملي ولدتيني وانا سطل، ما عقلتيش فاش دخلتيني نقرا وجبت جوج في التحضيري. اي كنتي انت الاول من الاخرين. وياه واش غداش غنوجد؟ غتوجد ليكا. نلعب البوكس؟ ديال الحكان.